تشهدوا معي تبارك الله محل ديال ساحل اكوا راه تيتوفر على جميع انواع الاسماك والحيتان والمنتوجات البحريه اللي اي حاجه شهيتيها الا جي الساحل اكوا راه غتلقاها عند الاخت شيماء ومن هذا بين مرتها نشكروها ونخلو اخت شيماء باش تقدم لكم المنتوجات اللي عندها. اولا شكرا للمطر، شكرا للطاقم صافي حسكم ومرحبا بكم عندنا اليوم. هذه الاسماك تجينا من مدينه الداخله، كل يومين كيكون عندنا لاغيفاج. مثلا هذه سمكه سكوربينا او القرب، الثمن ديالها كيبدا من 75 درهم. عندنا هون ملي الصنور، هذا نوع اخر لو كونغ اللي هو الصنور او الفرخ. عندنا مثلا الاسماك تبارك الله طريه مزات بدمها. عندنا توينبا، كاين الصاغ الشرغو كيبدا ابتداء من 50. بالنسبه للشرغو قلت لي كاين الشرغو كاين الحداد. فعلا هو كاين الشرغو كاين الحداد وكاين فرق بينهم في الثمن. الشرغو مثلا هو اللي كيكون فيه هاد كيكون غايي بحال هكا وي خطوطه، والحداد ما كيكونش غايي وحتى الثمن كاين فرق بيناتهم. يعني هذا مثلا كيبدا من 40 35، هذا كاين من 45 50. تنشكرك على المعلومه القيمه. هذا مثلا باجو غوايار ولا الروكيرا. هذه الامون ولا الدورات زريقه، كاين بعض المناطق في المغرب كتسمى زريقه. وبشحال الثمن؟ هذه ثمنها ابتداء من 130 درهم. 130 درهم للكيلو. الكيلو. وهذا الباجو غوايال كيبدا من 75. 75 والثمن ما محددش الثمن، نوبه تيكون طالع وما تيكون نازل. بيان سيغ، لان دابا الحوت داير بحال البورصه. حسب ستوك وحسب حتى الحاله الجويه، فاش كيكون كاين الناس خرجوا يعني غيجي الحوت كثر يعني غتنقص ثمنه. والاسمنه في السوق فعلا. وهذا النوع شنو هو؟ هذه الرايه. هذه الرايه معروفه. خلاص راه كاين فيها الكبير وكاين فيها الاحجام الكبيره والصغيره. يا الرايه تبارك الله. شحال جير الكيلو؟ الرايه ابتداء من 25. تبارك الله. وهاد الاسماك كلها تجي من الداخله كامل، هذه خيرات الساحل جايه من خليج واد الذهب. تجي طريه ماشي مكونجليه، كتصيط تمشي هنا. هاد هاد ستوك هذا راه يلاه جا اليوم، راه جا تبارك الله. شوف الرايه مازال بال الزبد ديالها. بالنسبه هنا كاين اولاح وكاين واحد النوع ثاني سميتو اولاح. وكاين هو اولاح ما فيه ما يتلاح. هذا كاين اولاح وكاين نوع ثاني سميتو اوراق، بجوجهم هنا كاينهم كيبداو هذوك من 40 38 40. بارك الله. كاين هنا كاسون. كاسون عندنا كاسون او ال هذا كاسون اش يقولوا ليه؟ كاسون او نوع من انواع القرش. نوع من انواع الركن. هنا هنا معروف بالكلب. الكلب هذا هو الكلب. الله العظيم. سبحان الله. نوع من انواع الركن. وكاين هذا حتى هو تقريبا من نفس الفصيله، هذا سميتو الجيتار. الجيتار ممكن توري للمشاهدين؟ ها الجيتار، هذا هو الجيتار. عشاق الجيتار، ها الجيتار هو. الجيتار لا الهيتار. لا الجيتار. ها جبدها. جبدنا الرايه نشوفوها. هذه رايه ولكن نوع ثاني فعلا سميتو اغري. اغري. اغري ولا اورغي؟ اغري. اورغي. اغري. اغري. شي زوين تبارك الله. مقلا طاجين. الرايه كتجي في طاوا فاش ما كاين عاوتاني هذا الميرو او لاباديش البره. الميرو. لاباديش. لاباديش. هذه كتبدا من 35. 35 درهم للكيلو. الكيلو. ديال 35. وهذا لالوت. لالوت عشاق لالوت. جبد لنا لالوت. عشاق لالوت تبارك الله. هذه لالوت الفريق. دوريجين. الصول. كاين هنا الصول بلونش، هذا الصول نوار كبير، وكاين وكاين الصول الصغير او لسان. الصول الصغير. الصغير. هذا الصول الصغير. ما عندي ما نقول. هذا كيبدا من 85. 85 درهم. والكبير كيبدا من 100. وكل شيء كبير. كل شيء فريش. فريش. طبعا بالنسبه هذاك حتى هو نوع اخر من البره بحاله بحال لابادي من لاباديش الميرو. وري الفوشكه ديال الفوشكه. الفوشكه شوفوا تبارك الله. داك الشيء شتيه كيجي راه باقي فري. تقريبا مع جات هذه السلعه اليوم؟ مع جات جات تقريبا مع شي 7 الصباح. 7 الصباح كانت كانت هنا في المراكش. يعني بيت شاد الطريق. طبعا تبارك الله. لكن هذيك توينبا. توينبا واش توينبا نشوفوها. فيها بياسة صغار، فيها مهم متوسطة ومهم هي على حسب المقلة. كاين عندنا عاوتاني أنواع بحال ميرلو، فيه الكبير وفيه الصغير.
الطاجين الكبير مثلا الكولا كتمشي غالبا للطاجين الفران، والصغيره المقله، هذه زوينه بزاف المقله. ديال الصغيره كيبدا من 45 والكبيره باديه من 51 درهم، ما بيناتهم بزاف الفرق. هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه للسيبيه حيت عندها عشاق تاع السيبيه يعني. عندنا سيبيه كاينه برودوي اونتي وكاينه اللي كتجينا منقيه بحال هكا من الداخل منقيه مساليه. وفيها طبعا يعني الرجلين ديالها وكل شيء، غير هي كتكون كيسلخوها وكينقوك حيت من هذيك التريب بهذاك يعني المداد. كاين واحد تدخلت لنا السيبيا مع البوطه. ونورمالمون هاد البوطه شفناها مؤخرا ولات كتغزو الاسواق المغربيه، قالوا انها كتجي من شي بلاصه بحال البرازيل وهذا كتجي مهربه، بينما هذا الحمد لله منتوج محلي ديالنا هنا ديال المغرب. وبالنسبه للسيبيا كتكون احنا بعدا كتجينا اونتي كامله برجليها لي زورغان ديالها كاملين، اعضائها ما محيد منها حتى حاجه، فقط انها مسلوخه ومحيد منها المداد ديالها داك، لانها هي نوع من انواع الحبار فيها واحد التريبه. الثمن ديالها كيتراوح من بين 60 حتى 85 درهم، لان الا كانت اونتي ماشي بحال الا كانت فيلي ولا الا كانت مقطعه. وحتى عاوتاني كيف ما قلنا على حسب الحوت كامل كيختلف الاثمنه ديالو، هو داير بحال البورصه. وبالنسبه للكالامار، كالامار كيبدا ابارسيغ من 150 درهم. بالنسبه للناس اللي بغاو يجوا هنا يتقداو والحوت يتنقى لهم، بيان سور بيان سور بيان سور. كاين السي محمد تبارك الله معلم، تحيه للشيف سي محمد، هو اللي مكلف بالتنقيه ديال السمك وبالحيتان، وما عندي ما نقول. وتشكرك السي محمد. الله يخدم. ما عندي ما نقول، عشر مبروكه ولا يخليك رمضان بالصحه والسلامه. مرحبا. ما عندي ما نقول. الله يخدم. بالنسبه للحوت تتنقيه؟ تنقيه من الغسيل، ندي داكشي ناضي. كلشي داكشي. كلشي ناضي. وكاين شي بلاصه تنقي فيها الحوت؟ راهي وريها لنا حتى الجمهور يعرفها ويشوفها. ايوا داكشي تبارك الله راه صحيه. كاين هنا كاين الماء كاين كلشي. كاين الماء كاين لافابو. لافابو كاين. يعني كاين المضا كاين كلشي تبارك الله. محمد شحال عندك في التجربه تبارك الله ديال هذا الشيء هذا؟ شي 10 سنين هاكون. تبارك الله، وانت خدام هنا في هذا الدومين هذا. في هذا الدومين ديال الحوت. وشي كلمه للمحبين ديال اكلات الميطر؟ مرحبا بهم. يجوا لهنا لعندك الساحل الاكوا داكشي فريش وزويان، ما بقاش المشكل في شي حاجه كاع، وما عندي ما نقول. وتنشكروك الاخوان والاخوات. بالنسبه للوكاليزاسيون ديال اكوا الساحل فهو تيتواجد في الدوديات قرب مقهى ماليزيا وكازا بخي، يعني في شارع مشعل الحرام اللي باتجاه مدرسه المعادن، فكيتواجد. وحتى رقم الهاتف راه غادي تلقاوه وجميع المعلومات غتلقوها اسفل الشاشه. وشكرا.